عبد العزيز جعينط من ذوي الاحتياجات الخاصة مطور القدمين، جا من مدينة تازة. حاليا ما غنتكلمش على الموضوع ديالي لان المشكل عندي مع محامي في الهيئة، غنتكلم على الولوجيات لان هذا المشكل اللي لقيت قبل ما نولج للقضاء. لقيت مشكل مني جيت سبق لي، بعدا جيت ثلاثة ديال المرات، جوج المرات وانا كنطلع 72 درجة كنطلع كنزحف، يعني كطلب شي واحد يطلع لك الكروسة وانا كنطلع كنزحف 72 درجة جوج ديال المرات وانا كنجي نطلع. حاليا مازال عندي اجراءات خصني نتاخذها، خصني نطلع نشوف السيد النقيب اشنو دار في الموضوع. هذه وحده. من بعد تكمل المده القانونيه والمهله اللي عاطي للمحامي من اجل الاداء والافراغ، خصني ندخل عاود للمحكمه وندير مقاله استعجاليه، يعني غادي يكلفني الدخول هنا 10 المرات ولا 11 مره، وشوف واش يتحل هذا المشكل، وكنتمنى انه يتحل عما قريب. المشكل ديال الولوجيات راه ماشي غير في المحكمه، دابا الا مشيت غير المقاطعه وبغيت ازدياد، غير ازدياد وهذا ضروري، راه بغيتي تصاوب لاكارت خصك ازدياد، بغيتي شهادة السكنة خصك ازدياد، نمشيو للمقاطعة ما نلقاوش الولوجيات، نجيو للمحكمة ما نلقاوش الولوجيات، نمشيو للجامعة ما نلقاوش الولوجيات، نمشيو للبنك ما نلقاوش الولوجيات. بغينا نعرفوا هذا التطبال كامل، هذا التطبال كامل اللي ملي كتجي شي حملة انتخابية وكيحطوا في جدول الأعمال ديال أي حزب، كيقول لك أودي حنا غادي نشوفوا مع المعاقين. بحال الحزب ديال الاحرار اللي حاليا كيحكم المغرب، انا كنقول كيحكم المغرب، اثناء الحمله ديالو قال بان غادي يشوف مع ذوي الاحتياجات الخاصه وغادي يشوفوا مع الارامير وغايديروا لنا واحد المبرغ شهري. ها العار لا تعطيونا حتى حاجه، عطيونا غير حقنا، عطيوني غير ندخل المحكمه ناخذ حقي، راه عندي واحد الحق ضايع خصني ندخل ناخذه، منين غندوز ليه؟ الى دابا طلبوا مني انني نمشي نجيب الى هنا اطار المساعده القضائيه، طلبوا مني انني غنمشي نجيب واحد الوثيقه ديال شهاده الاحتياج، منين خصني نمشي نجيبها؟ خصني نمشي نجيبها من المقاطعه. المقاطعه واش عندها شي ولوجيات، عندها شي سانسور، منين غندوز لها؟ غنجي وهي كاينه في الدوزيام، كاين المقاطعه اللي في الدوزيام، كاين اللي في التروازيام، كاين اللي في البروميان، بحال دابا هنا المكتب ديال النقيب كاين في الطابق الثاني، خصني نطلع الدروج هادو 75 درجه 75 درجه، يعني واش انا لاعب ماراثون؟ راه ما لعبش ماراثون، حنا كنطلبوا من المسؤولين بصفة عامة بجميع الوزارات انهم ملي يبغيو يبنيو شي ادارة هي حاليا المحكمة كتصلح، وكنظن مازال رغم انها كتصلح ما فكروش، رغم انها كتصلح هي كتصلح حاليا. وهذه مناسبة باش نوجهوا نداء، نقولوا لهم مادام انكم كتصلحوا هذه المحكمة فكروا فينا، الله يخليكم فكروا فينا، فكروا فينا، راه حنا معاقين غير جسديا ماشي ذهنيا، راه حنا تبارك الله وصلى على النبي، راه المعاق يفكر احسن من هذاك اللي كيقول لك استاذ وقاري، لان حنا الاحتكاك اليومي، التجربة اليومية، دينا خبرة، حنا كنطلبوا سهلوا لنا الولوجيات من أجل التقاضي، من أجل الحصول على الوثائق ديالنا. راه ماشي أنا مجرد حالة في الآلاف، راه كاين معاقين اللي ما بغاوش يجيو للمحكمة لأن ما لقاوش منين يدوزوا ليها يسمحوا في حقهم. أنا عندي شوية الجراءة باش جيت، قادر نزحف ونطلع لأن حقي هذا مضى حقهم وراه طالب، ولكن واحد آخر ما عندوش الجهد، راه كاين ناس بغض النظر خلي حتى المعاق، الراجل اللي فيو مثلا في عمره 70 عام، كي غادير يطلع؟ واحد ديابيتيك عنده السكر، كي غادير يطلع؟ فكروا في ذوي الاحتياجات الخاصه، وفكروا في الحوامل، وفكروا في الشيوخ والعجزه، فكروا فيهم. انا كنناشد جميع المسؤولين، وبما ما دام انني باب المحكمه، انا كنوجه هذه الرساله ديالي للسي عبد اللطيف وهو السيد وزير العدل، وللسي بن عبد النبوي، انه اذا كان عندهم شي اجتماع يشوفوا انهم يحطوا واحد النقطه في جدول الاعمال، راه ما غنكلفوكمش بزاف، راه حتى في الميزانيه راه ما غنكلفوكمش بزاف. شحال كيسوى هذا السانسور الا درتوه؟ شحال كيسوى هذا السانسور؟ شحال كيركب؟ انت الا بغيتوا ديروا لنا سانسورات فاش نطلعوا شحال غيكلفكم؟ راه والو، راه ما غيكلفكم حتى شي حاجه. زائد مساله اخرى، ها هو السيد هذا ربما ذاك الطنب ما عرفتش ديال من، هذاك هو هذاك واحد الباساج دايرين محدور باش تطلع انت مول الكروسه، يجي واحد كيحط فيه الطوموبيله ديالو بلا حيا بلا حشمه، علاش؟ حيت هو مسؤول. وحنا شنو؟ انت مواطن، هذيك الصفه اللي هذاك الصفه اللي خديتيها كما قال صاحب الجلاله في الخطاب ديالو وفي الموقع اللي كاين ديال الشكايات، حنا راه ماشي ديكور كتعتوا بنا الاداره ديالكم، حنا راه من حقنا تجاوبوا على التساؤلات ديالنا، من حقنا تصمتوا لنا المشاكل ديالنا، حنا راه ماشي ديكور كتعتوا به الفيترينات ديالكم، حنا راه بشر، حنا راه مواطنين، عندنا دستور وعطينا صلاحيات، والماده 34 اللي كتهلل وتطبل كيطبلوا فيها، حنا راه ما شفنا حتى شي حاجه، حنا في الوراق راه كاين كل شيء ولكن في ارض الواقع كاين العكس. انا دابا حاليا جيت غناخذ اعتصام مفتوح حتى يتحل المشكل مع الهيئه، حتى يتحل المشكل مع الهيئه، لان عندي مشكل مع محامي، راه ماشي مع مواطن، عندي مشكل مع محامي، والمحامي
راه ما كاينش اللي غيتاخذ شي قرار الضو من غير النقيب. ومن هذا المنبر كنقول بان مثل هاد المحامين لا يشرفون مهنه المحاماه، وكنطالب من الهيئه ديال المحامين انها تاخذ اجراء. هذا راه تحايل واستغلال. انت راجل قانون كتعرف القانون، انا مواطن ما كنعرفش القانون وما يمكنليش نواجهك. وكلمه اخيره لجميع المسؤولين، ماشي غير في وزاره العدل، في جميع الوزارات، انهم يشوفوا من حالنا. راه عندنا حق في وزاره الثقافه لان قادرين نعطيو، وعندنا حق في وزاره العدل، وعندنا حق في وزاره الداخليه، وعندنا حق في وزاره التضامن والاسره اللي مكلفه بالميزانيه ديال المعاقين. ومن هنا كنطالب من الدوله ان داك النقل المجاني للمعاقين. دابا انا جاي من تازه، واش ما فكروش انا ملي كنجيب الفلوس واش غادي يوصلونا حنا ان يضطر انني نسعى باش نركب؟ هادي شهرين وست ايام وانا معتصم في الباب ديال الاقامه، حتى واحد ما جا طلع عليا، حتى واحد ما خدا المبادره وقال نشوفوا هذاك المعاق مالو ونتصنتوا ليه وناخذوا بيديه، ويلا عندي حق يعطيوه ليا، ويلا انا ظالم راه الحبس محلول. وعاش الملك. حنا راه عايشين تحت شعار الله الوطن الملك، راه حتى شي واحد ما يتزايد على الغيره ديالنا. حنا مغاربه راه حنا كنسمحوا وما كننساوش، راه حنا كنسمحوا وكنتجاوزوا وما كننساوش. والله ينصر صاحب الجلاله، والله ينصر اي مواطن، اي مواطن عنده غيره على هذه البلاد. راه المغرب زوين، الحمد لله زوين، والشعب ديالو زوين، ولكن لا اله الا الله، ولا تدفعوش بنا الانتحار. دابا انا من ما ناخذش حقي وما نلقاش منين نطلع، اش كتوقعوا كان واحد الانسان الشخصيه ديالو ضعيفه ما غايديرش، ما ينوضش يحرق راسو هنا باب المحكمه؟ واش باغيين توصلونا؟ الله يجازيكم بخير، شوفوا من حال المعاقين وسهلوا لنا الولوجيات. انا حاليا راه عندي مشكل وما عرفتش فوقاش غيسالي، لان هذا محامي راه ما عرفتش فوقاش وشحال مره غادي نطلع، شحال مره غنهود. راه كان المفروض انهم يشوفوا، وصلت الرساله راه وصلت، يشوفوا ويهود واحد المسؤولين ويتصنت ليا، ولا عندي شي شكايه هنا بلا ما نطلع انا كنزحف، يهودوا وياخذوا الشكايه وياخذوا بيديا. راني كنبات في الزنقه جاي من تازه،